تخيل معي شخص اشترى بقيمة 25 دولار عملة ميم كوين، بعد 4 أيام صارت 1,300,000. حاب تعرف كيف الطريقة اللي لقى هاي العملة؟ اليوم راح أكشف لكم أهم مواقع بيستخدموها حيتان التداول بالعملات الرقمية عشان يلاقوا هاي العمل قبل ما تضرب 50x 100x 3000x. خليكم معي بهاي الحلقة عشان أشرح لكم بالتفصيل كيف ممكن نلاقي مثل هاي العملة. مثل ما شفنا بعملة بيبي ضربت 3000x، راح نشوف عمل ثانية تضرب بس مش 3000x، ممكن 50 أو 100 إكس. واو. مرحبا، معكم راشد من قناة رارس كانا. قبل ما نبلش شرح بالحلقة أو نحكي بالحلقة، لازم أنوه لإشي ضروري جدا. أنا ما بعطي أي نصيحة استثمارية أو مالية، جميع القرارات المالية والاستثمارية أنت الشخص الوحيد المسؤول عنها. ليش بحكي هاي النقطة قبل ما بلش شرح؟ لأنه ممكن بعد هاي الحلقة يأخذك الحماس. أنا عم بحكي عن عمل ميم كوين. الميم كوين تقريبا 90% منها بكون سكام، مشاريعها بتكون بس عشان النصب وياخذوا مصاري من الناس. انا راح اشرح لك الموقع والدراسه والبحث كيف انت تتاكد من هاي العمله انها امورها تمام برجع لك. خلينا نبلش بشرح حلقه اليوم. العمل الرقميه لما تكون على المنصات اللامركزيه او نزلت جديد بكون سعرها زي البدر، بتكون لسه ما انطلقت، فانت ممكن تستغل هاي الفرصه وتشتري هاي العمله قبل ما تنتقل للمنصات المركزيه وسعرها يضرب بال 100x او 50x او اكثر. طبعا حلقتنا راح تناول اليوم الموقع الخاص اللي راح اكشف لكم اياه بيستخدموه الحيتان عشان يلاقوا هاي العمل الميم قبل ما تنطلق، وراح اشرح كيف ممكن انت تشتري هاي من خلال محافظ مثل ميتا ماسك، كيف تعملها سوايب عشان تصير هاي العملة تملكها. طبعا اهم شيء انت تكون عارف مثل ما هاي العملة ممكن تضرب 50x و100x، ممكن تضرب ماينوس 50x و100x. انت بدك تكون عارف انه هاي عمل ميم، مش كلها راح تكون فيها ارتفاع، ممكن يكون فيها مشروع سكام انت تخسر كل مصري. فانت لازم تكون عندك الحذر، ولازم تكون انت تعمل دراستك الخاصة وتبحث. راح افرجيك كيف احنا راح ندور على هاي العملة انه في لها مستقبل، او ممكن هاي العملة تنطلق واحنا بعدين نبيع. طبعا حاليا عملة بيبي اللي هي الترند اللي صار بتويتر وصار على جميع منصات العملة الرقمية اللي هي ضربت فوق 3000x، في ناس كثير شافت شخص اودع 25 دولار صار 1,300,000 دولار. بس بدي احكي شغلة ضرورية جدا، في ناس كثير ممكن انت شخص ممكن انت نفسك اشتريت بهاي العملة، اشتريت بقيمة 25 دولار، انت بعد يوم شفت ال 25 دولار صار مثلا 100 دولار، فانت راح تبيع، لانه انت ممكن مش متوقع ان هاي العملة راح تنطلق، لانك انت اوريدي شاري عملة ميم، فانت ما بتضمن انها راح تظلها مستمرة بارتفاع. فناس كثير انت بتلاحظ على تويتر وعلى المنصات الخاصة بالعملات الرقمية بيحكوا لك ان احنا اشترينا لكن احنا بعنا، وهذا هو يعني تقريبا شبه بنحكي 75% من الصح. انا لو اشتري عملة ميم واشتريها بقيمة 25 دولار او 100 دولار او 300 دولار، تضرب معي مثلا تصير 600 او 700، اكيد راح ابيعها، لانه راح اتوقع يصير فيها هبوط بعد هذا الارتفاع. فبدك تكون ريسكي جدا، وبدك تكون حذر اذا انت بدك تفوت بهذا الباب. عمل الميم كوين على المنصات اللامركزية هو باب خطر، بدك تكون انت يعني عندك دراية بعالم العملات الرقمية قبل ما تفوت هذا الباب. انا راح اشرح لكم الموقع كيف احنا نفوت نعرف هاي العملة والله فيها انطلاق، اكمل ماركت كاب تبعها، راح افرجيكم هذا الموقع. الموقع حاط يعني الصراحة بيستخدموه بشكل كبير. بعد هيك راح افرجيكم كيف تربطها على محافظ مثل ميتا ماسك، نشتري هاي العملة بعدين نحولها للعملة USDT او اي عملة ثانية انت بدك اياها، نعملها سوايب. اتمنى اذا وصلت معي لهون انك تدعمني باشتراك على قناتي على اليوتيوب، ثاني شيء تدعموني على تويتر وعلى تليجرام. على التليجرام انا بنزل اخبار حصرية واخبار بشكل سريع، وراح اصير انزل بعض العمل الميم اللي انا بشوف فيها ممكن ارتفاع، فراح اصير انزلها على قناتي على التليجرام. بتمنى انك تشترك في التليجرام، راح تلاقي روابط الاشتراك بالوصف تحت. بديش اطول كثير عليكم، خلينا ننتقل للشرح. طبعا حاليا انتقلنا لمرحله الشرح، وراح نروح لهذا الموقع رهيب. بتمنى انك تكون مشترك بالقناه، مشترك بقناه التليجرام، واعمل لي فولو على تويتر. طبعا هذا الموقع مختص بالعمل اللامركزيه والمنصات اللامركزيه، اسم الموقع DEX Tools، راح اترك رابط الموقع تحت بصندوق الوصف. طبعا فيه امور رهيبه مهمه للعمل اللي لسه ما نزلت. طبعا هو كمان مركز على المنصات اللي بتعمل سوايب والعمل اللامركزيه. طبعا هون احنا راح نروح نشرح على امر واحد من هاي الاوامر، اذا انتم مهتمين تكتبوا لي بكومنت ممكن اشرحهم جميعا. طبعا حاليا بنروح على اهم شيء معنا اللي هو لايف نيو بيرز. بعد ما نفوت على هذا الخيار راح ابين لك العمل اللي حاليا نزلت، يعني في عندنا هون عمله لها تقريبا 6 دقائق نازله. بيننا التوكن برايس USD اللي عندنا هون، الليكويديتد توتال ليكويديتد، في عندنا هون البول اماونت، في عندنا هون البول ريميرنج، وهون عندنا الكونتراكت، وهون في عندنا الاوامر هاي العمله وين بتقدر ممكن تشتريها. هون حاطط لك اياها اللي هي موجوده على يونس وايب. طبعا هون احنا هسه بفرجيكم كيف، ما راح افرجيكم كيف احنا نفوت ونعمل تحليل لهي. لكن هون بس بدي انوه لشيء ضروري جدا،
في هاي العملة نزلت من 20 دقيقة وصارت صفر، يعني إذا أنت كنت شاري فيها فيك تكون حذر جدا لما تفوت بهاي الأمور. مثلا إحنا بدنا نختار عملة، هاي العملة إلها تقريبا 56 دقيقة نازلة، طبعا بنفوت عليها من هون. طبعا هذا المربع ببين لنا أهم معلومات عن هاي العملة، ببين لنا الكويتيد، ببين لنا الفوليوم، ببين لنا توتال ماركت كاب. هاي الصورة التوتال ماركت كاب هاي أهم شيء بدك تركز عليه. هون عندنا هون مبين 18,000، بدك تتركها يوم، تركها 6 ساعات وترجع تشيك على هاي العملة إذا أنت اقتنعت فيها، أو أنت مثلا عملت لها دراسة. إذا كان الماركت كاب عم بيرتفع أنت ممكن تشتري هاي العملة وتدخل فيها. طبعا هون ببين لك إحنا الشارت، طبعا الشارت على 5 دقائق ببين لك هون أول نزلت العملة وصار فيها هذا الارتفاع، يعني أنت بتطلع إحنا صار فيها ارتفاع تقريبا 187% لما نزلت هاي العملة. طبعا إحنا كيف لنا نتأكد أنه شو هاي العملة، كيف نعمل عليها دراسة؟ أول شيء بدنا نروح ناخذ الكوبي ادرس اللي خاص بهاي العملة. بعد عملنا كوبي للادرس الخاص بهاي العملة بدنا نروح على أهم موقع بعالم العملات الرقمية اللي هو كوين ماركت كاب. نضغط هون ونعمل بيست للادرس الخاص بهاي العملة، وبيبين لك التفاصيل العملة، بيبين لك إن هاي العملة لساتها جديدة، في خطر إذا أنت راح تفوت فيها، بيبين لك الدراسة كاملة، بيبين لك كم الفوليوم، وبيبين لك العمل كم إلها نازل. فأنت لو تدور ماركت كاب ما راح تشوف هاي العمل. طبعا ليش احنا دخلنا على كوين ماركت كاب؟ طبعا احنا ليش دخلنا على كوين ماركت كاب؟ اول اشي عشان احنا نشوف شو وضع العملة، ثاني اشي احنا بدنا ناخذ الادرس الخاص بهاي العملة. طبعا زي ما انتم شايفين هون اخذنا الادرس، بدنا ننتقل للموقع الثالث اللي موجود معنا. طبعا الموقع الثالث الموجود معنا اللي هو يونيسوايب. يونيسوايب اللي هو موقع تقدر تشتري فيه العمل اللامركزية. طبعا هون نحط على الاب الخاص فيهم، ننتقل لهاي الصفحة، نعطي get started. هنا احنا تمام بدنا نحول من إثيريوم او اي عملة انت بدك اياها، لكن هي عشان العملة مبنية على إثيريوم فبكون محتاج يكون معك إثيريوم. هون بنعمل على select token، بنحط الادرس اللي اخذناه من كوين ماركت كاب، هايها طلعت العملة معنا. طبعا اول شيء لازم تكون عامل connect لمحفظة الميتا ماسك. طبعا لما تعملها connect بيجيب لك كم انت معك إثيريوم. مثلا أنا مبدئيا معي إثيريوم كثير قليل، فمثلا هون نرجع نختار العملة مرة ثانية، فببين لك كم بقدر أنا أشتري من هاي العملة. هسا أنا بقدر أشتري هاي العملة وأنتظر عليها مثلا ساعة ساعتين ثلاث حسب أنت شو كيف عم بتدور على هاي العملة، وأعملها سوايب مرة ثانية لإثيريوم أو ليو أس دي تي. هاي هي الطريقة اللي ممكن أنت تلاقي فيها عمل ميم. زي ما قلت لكم هذا الموضوع كثير خطر، بده يكون عندك مخاطره، بده يكون عندك يعني درايه كامله بعالم العملات الرقميه. في موضوع مهم كمان، بعد ما اخذنا الاسم العمله بدك تروح تعمل عليه سيرش بتويتر، تشوف مين الناس اللي عم بتنزل، مين مهتمين فيه، كم المجتمع تويته عم تنزل عن هاي العمله. اذا بتلاقي مثلا شخص مهم بعالم العملات الرقميه عم بنزل عن هاي العمله، اعرف انه هاي العمله في وراها كوميونتي كبير وراح يرفعوها، او يعني تكون هاي العملة إلها إكس 50 أو إكس 100 حسب، وممكن يكون إلها ماينوس إكس 50 زي ما شفنا في عمل بساعة كانت ممسوحة. فهاي هي طريقة، وهيك صار مع عملة بيبي، كانت العملة نازلة هون ففي ناس كثير شافتها وشافت إن في عليها تفاعل كبير على تويتر، فدخلوا عملوا نفس هاي الخطوات واشتروا. بتقدر أنت تشتري 50% بس أنا ما بنصح لي أنك أنت تروح تشتري مثلاً 200 دولار وتحول إثيريوم على الميتا ماسك وتبلش كل العمل اللي انت شاك فيها تبلش تشتري. ممكن هذول 200 دولار انت يختفوا معك بظرف ثواني، فبدك تكون حذر، تفوت على تويتر، تفوت على الجروبات الموجودة على ديسكورد، الموجودة على التليجرام، تشوف شو أخبار هاي العملة، الناس عم تحكي عنها، الناس مهتمة فيها. وبعديها ممكن تحط مبلغ صغير وتكون انت هذا المبلغ مستعد انك تخسره. هيك حلقتنا اليوم، بتمنى انكم استفدتوا بهاي الحلقة، بتمنى الربح للجميع، بتمنى انكم تدعموني على قناتي على يوتيوب، على تويتر، على تليجرام، بتمنى لكم يوم سعيد وبيس اوت.